السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. ياريت ما ننساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وكمان ندوس لايك للفيديو. النهاردة بقى الفيديو بتاعي، لو انت عندك دبان او عندك ناموس عايزة اقولك الوصفة دي هتقضي عليهم تماما. الوصفة مكوناتها بسيطة وان شاء الله تكون موجودة عندك. تمام، دي عيدان قرفة. هنجيب كده عيدان قرفة زي ما حضراتكم شايفين، وكمان هنجيب معاها خل. تمام، عيدان القرفة دي يا بنات بتتباع عادي في فتح الله، بتتباع عند اي عطار يعني متواجدة وهتلاقيها بكل سهولة. تمام، هنبتدي بقى نعمل ايه في الوصفة بتاعتنا النهاردة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة هجيب كوباية من الخل. تمام، كوباية كبيرة كده من الخل. الخل ان شاء الله هيكون عايزه اقول لكم هيعمل كده في الوصفه دي حاجه حلوه جدا، وهنعرف دلوقتي. اول حاجه هجيب بخاخه ابتدي احط فيها عيدان القرفه. تمام، ممكن احط عودين، احط ثلاثة يعني مش اكتر من كده، وابتدي احط عليهم كوبايه الخل. تمام، وابتدي ان انا ارج البخاخة كويس جدا جدا، وبسيبها لحد لما بصوا الاقي الخل خلى القرفة طلعت كل حاجة بقى، وابتدى لون الخل يتغير. بتسيبيه لحد ما اللون بيتغير، وبتبتدي تحطيه في اي ازازة عندك بقى في البخاخة براحتك خالص، وتبتدي ترشي في الاماكن اللي فيها ناموس او فيها دبان. عايزة اقولك الوصفة دي سحر بجد، ومفعولها قوي جدا جدا جدا، وريحة القرفة مع الخل هتضيع لك اي حاجة موجودة من دبان او ناموس او بعوض اي حاجة. باي باي.